السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان يتقدم في الدنيا وفي الآخرة بالعمل، هذا موجز الموضوع. عمل دراسة، عمل تجارة، عمل وظيفة، عمل سياسة، عمل ثقافة. الآن أنتم ترون كل هذه الغرفة اللي احنا قاعدين فيها كلها أثر عمل. هل مكبرة؟ عمل. طانكة؟ عمل. كومبوشن؟ عمل. ساعة؟ عمل. ملابسي وملابسك؟ عمل. زولية؟ عمل. ميز؟ عمل. كراسي؟ عمل. أكثر شيء ترون في هذه الغرفة بلا عمل؟ فمو معنى العمل فقط في جبهة خاصة من جبهات الحياة، وإنما معنى العمل الإنسان يعمل في أي جبهة من جبهات الحياة، والأكثر عملا أكثر تقدما. فبعد كلية نحن المسلمين إنما تأخرنا لأن فقدنا هذا الشيء. هل أنت الغرفة؟ هذا عملنا وهذا عملهم. المخدرة من أين جاء؟ التلفون من أين جاء؟ البانت من أين جاء؟ الكهرباء من أين جاء؟ الساعة من أين جاء؟ الكمبيوتر من أين جاء؟ وحتى الخشب من أين جاء؟ وحتى الماكنة التي قصت الخشب من أين جاءت؟ هالملابس اللي احنا لابسينها من أين جاءت؟ كل لهم 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 لهم. تعرف شنو يعملون؟ يقولون ترد واحد هو لو لطيفة ومو لطيفة بالمية مية مال موضوع هنا، لكن لطيفة. يقولون ترد واحد مدرس فلتزوج. تزوج جزاه الله خير، أول من أول ما يروح للدرس. يوم الثاني ما يروح للدرس. يوم الثالث ما راح للدرس. كان يزيد ثلاث أيام مع زوجته لا بأس به. يوم الرابع ما يجي. يوم الخامس ما يجي، يوم السادس ما يجي، يوم السابع ما يجي، واسبوع ما يجي، كان يروح عليه، اسبوع هذا، جاءوا عليه، جاءوا على ذاك الباب، قال شيخنا وينك انت ما جاي؟ او سيدنا انت وينك ما جاي؟ او يا المدرس وينك انت ما جاي؟ قيس هو اشرف عليهم من شرفة الغرفة ومن دريشة، قال لهم هو شاعرهم في نفس الوقت، قال لهم انا مشغول بسيري. فاطلبوا للدرس غيري. حيث نحن مشغولون بسيرنا. اما للصناعة، للتجارة، للفكر، للحياة، صار غيرنا، ولهذا تأخرنا. شوف الحقيقة هذا المطلب البسيط اللي انا دائما اكد عليه، مش كثر فيه فائدة. هيئات. انا كم واحد دائما في الغرفة؟ اقل من 50 واحد. وكل واحد عندنا غرفة، إما بيت إما غرفة. إذا كنا نخلي في غرفتنا أو بيتنا هيئة، هيئة إقرار أو هيئة خطابة، مو لازم إقرار. أدعو أصدقائي، أدعو جيراني، أدعو كذا، يجون إلى بيتي، كانوا 5، كانوا 10، كانوا 20، كانوا 30، يحضرون ضرورة من الليالي الخميس جمعة سبت أحد، ويتكلمون بما يرضي الله ورسوله وما يقوي اجتماعهم. تكلمون إذا عندهم خطيب، الخطيب هو يقول هو يعرف كثير. بين وعظ، بين إرشاد، بين هداية، بين مسائل شرعية، بين تفسير. والإنسان أكبر العلماء ليكون يستفيد، أكبر العلماء. غير العلماء الظاهرين يخليهم على كتب الأنبياء. إذا أنت أكبر عالم مستحيل تجلس في مجلس خطيب وما تستفيد منه كلمة. أنا قال في وقت كان الكتاب كنت تعبان مدده كلش تعبان، شغل على رأسي في الكتاب، أنا في بيتنا كل كتب مطشة، شغل على رأسي كتاب، طلعت الكتاب شغل علي ما في جديد شيء، قلت يا عطالة لعله في شيء جديد. حقيقة هاي تصنعي فتحت الكتاب وأنتم أيضاً لن تستفيدون، لعل بعضكم تعلمون هذا الشيء، لكن لعل بالمية 99 من المسلمين لا يعلمون هذا الشيء. شفت الكتاب بكره، لا
لكن شو لعله استفيد كذا من الكتاب، فتحت الكتاب ورد فيها قصة مواخاة رسول الله مع علي قلت رسول صلوات الله عليه أن الرسول لما جاء ما أخذ القصة ها أخذ كلمة في القصة أقول القصة لا بأس لأن بعض الشباب لعلهما سمعي. جاء رسول الله مع المهاجرين إلى المدينة، المهاجرين أهل مكة، الرسول أهل المدينة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقوي أواصر هؤلاء بعضهم مع بعض، مو بالنسبة إلى المهاجرين والأنصار، وحتى بالنسبة إلى الأنصار، وحتى بالنسبة إلى المهاجرين. يعني جاء أفرض أهل كربلاء إلى الكويت، الرسول أخى بينهم جميعاً، سواء كويتي مع كويتي أخاه، أبو بكر وعمر أخاهما معاً، وكلاهما من أهل مكة، ومن أهل المدينة مثلاً. وكذلك أو من أهل كربلاء أهل الكويت أو من أهل كربلاء أهل كربلاء أخاها شكل الرسول، مثلا هو وعلي تآخذا وكلاهما من أهل مكة، وكذلك نفرين من أصحاب من أهل المدينة أخاهما رسول الله. الرسول أراد أن يقوي بالمسلمين أواصر بالمؤاخاة، شاهد في كلمة من القصة على هذه الكلمة، هاي القصة معروفة. فآخى مع فلان وفلان فلان وفلان فلان وفلان فلان وفلان، وغالب الرسول كان يقي الموازين النفسية والاجتماعية في المؤاخاة من بطر، يعني هذا وهذا جار، هذا وهذا صديق، هذا وهذا قريب، هذا وهذا شريك، فلسفة الواقع بينهما. علي بقي في آخر الموضوع قال يا رسول الله ما أخيتني مع أحد، قال جعلتك لنفسي فأنت أخي في الدنيا وفي الآخرة أخا. فرسول الله مع علي أخ، القصة مشهورة، شاهد الاستفادة. أخيرا القصة شبكت بالكلمة الثلاثة، كل يوم أنا ما كنت سامعها، بينما أنا بالمئات سامع القصة، شبك أن رسول الله آخى بين النساء أيضا، ما كنت سامعها. يعني أن رسول الله من جملة كاتب الكتاب يقول عن ابن عباس الحديث أن رسول الله آخى بين عائشة وحفصة، أخذ بين فلانة وفلانة، أخذ بين فلانة وفلانة، لأنهم أيضا في محضر رسول الله. الرسول مجمعه كان يجمع النساء والرجال مثل مسجدنا باستدلال ترك مكان، الرجال يقفون قدام صلاة والنساء يقفون وراء في الصلاة، فكلهم موجودين. الرسول أول قال للرجال أنتوا فلان تآخيا 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 أخاه، بعدين قال للنساء انتوا فلان تآخيا انتوا فلان تآخيا انتوا فلان تآخيا. شوف هالكلمة آلم مع العلم، مش كثر كنت شاسع من دم أخوهم وكل شبه هالكلمة، أن الرسول آخى بين النساء والنساء، فصار الرجل الأخ المسلم وصارت المرأة الأخت المسلمة. يعني مهما كنت سمعت منابر وقرأت كتب لعلك تطالع الكتاب وتستفيد منه شيئا جديدا، ولعلك تستمع إلى المنبر وتستفيد منه شيئا جديدا. الإمام علي المؤمنين يقول أعقل الناس منه من جمع عقل الناس إلى عقله، الاستشارة يعني مطالعة الكتب يعني استماع المناظر. وفي الحقيقة هذه الهيئات اللي يعني نخرر عليهم كل ما أولى ما فيه، حتى عندك غرفة واحد إلى بيت كرد واحد، أنا عندي قراية أسبوعية، شفت ضارب كرد لأن عندي غرفة واحدة، عادة قاعدين هناك وهو هناك خلي قراية، خلي شو شفت قام بجالس هناك بس. الفوائد الدنيوية يتكلم عن مفاوضة أخروية، فشي واضح الفوائد الدنيوية، صديقك، جارك، قريبك، شبابك، زميلك في المدرسة، زميلتك أيتها الفتاة، لأن النساء ما تقول هذا يسمون في المدرسة، في كذا، جاء، استفيد بعضهم من بعض. احنا بيت من يكتب، احنا ما عندنا خادم يسوي شاي، احنا ما عندنا فلوس، انا والله زوجتي مريضة وتعبانة ومثل ما انا عندي شغل عني السوق، هو مثل طلبي بيكار، انا اقول لك طلبي بيكار، بس هو واحد ما شاء الله، الله يفضل على الإبكار الكثير.
وعلى هالمعدل فرد أعمال يقولون من ناصر الدين الجحا اللي سامعين قصته يقولون هذا من ناصر الدين الجحا. قالوا له أعرنا حبلك حبل حبل يدون شرور عليه فوق. قال في الحركة ما أعرفه. قالوا ليش؟ قال لي أنا شريت عليه دخن دخن فرشي صغير أكل دجاج تاكله ما أدري شايفين ما شايفين ما أدري ما بالكول شو يسمونه حبل غير. كانوا عاملين شارين على حبلك دخن كان هذا عذر واقبل عذر من يعتذر هذا هو في أمان. فالبرا يجوا إلى غضبانه يستعيرون حمارة 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 جل حمارة. قال حمارة موجود راح للسوق موجود إلى مزرعة كذا وعلى السوق يجيبون شي عليه قص. فالبرا الحمار أخذ ينهق من داخل البيع. قال له عمي شلون كل حمار رايح للسوق أو من المزرعة هذا زينها. قال عمي أنت ما تستحون أنا مع دحية البيضاء ما تقبلون كلامي تقبلون كلام الحمار يعني حمار أعدل مني الشاهد أعذار أبو ما أتمتع ما يصير ما عندي وقت يا رب اللي أجيب ما يقول خير قسم الناس الشكل يقول هذا أبو يقول عمي يا خب ملعنه الكثيرة الكبيرة خب ما يجينا وده ملعنه عادل يا عم يقول الخير ما يفرد أبو لازم يجي حتى لا يصنع هاي أبسط شيء عمي أبسط شيء وقت. وإذا خليت هذا الشيء حتى أنت شباب ما في غرفة أبدت في البيت إذا خليت هذا الشيء بعد ذلك بعد 10 أسابيع 5 أسابيع 6 أسابيع تعرفون كيف فائدة هذا الشيء واقع به فائدة في البيوت في المساجد في الحسينيات عمل هذا المؤمن العمل عمل ديني عمل اقتصادي عمل سياسي عمل تجاري يعني يصير كلام حول السياسة حول الثقافة حول التجارة حول الاقتصاد حول الدراسة حول الانتخاب في الجامعة يصير كل فرحتي في الاجتماعات هذا بالنسبة إلى فائدته الدنيوية. فرد مرة وجاني فرد واحد من الأصدقاء شيخ علي الأنصاري هذا قال عندنا قراية قلت وين عندكم قراية؟ قال بالزراعية زراعية يا محمود سياسة شبه حقيقة بيته في أقصى العالم لكن همته مخلي قراية أسبوعية وفرد 5 أو 6 يجوا جزاه الله خير ما قال بيتي أنا في أقصى العالم ممن يأتي. واحد آخر كان بيتي في العمرية إذا كان خلي قراية هو هم خلي قراية فرجينا رحنا هاي قصة ما قال سنة فرجينا رحنا فرد ديوانية عدد كبر هذا تقريبا لكن غرفتان يسوي لها ديوانية شفت هذا الديوانية كل الشباب ممتلئ راح وطاح من البيت قال انا الشيوخ كبار ما يجي لي خبز اسوي جماعة الشباب كل هذا احسن الشيوخ الحمد لله مستقيمين ولا من شرهم من حراتهم الشباب اللي والعياذ بالله فرد اخبار توجه اليهم اخلاقيا او عقيديا او سلوكيا لازم احنا نخلي قراية اسبوعية في بيوتنا هذا هو لا مثلا بخاف الى الاحمدي ويصير يصير يصير ما كان لله ينمو ينمو نمو نمو هذا هو كثير لازم اقل تحذير في هذيك هي هل منطقة الوسيع الكبير العريض الطويل احتاج الى وكذلك سائر المناطق سائر الأماكن سائر المحلات كل شيء بسيط وعمل. أما بالنسبة إلى ثوابه الأخرى أنقل لكم قصة صغيرة ونختم النص. كان عندنا في الدرجة أعلى في طائفتنا السيد والشيخ والسيد وحكمنا وهذول كلهم يعرفوه سيد عبد الهادي الشيرازي الله يرحمه هذا في زمان اللي كان مرجعا أعلى قبل 15 سنة توفي بعد السيد البريدي يمكن وقبل السيد الحكيم صح. هو المرجع الأعلى بعد هو السيد الحكيم صار المرجع الأعلى وتصويره موجود في بيت الأخ عبد المجيد بيت عبد المجيد سيد كان بطش مريض وطاهر ومرجع تقليد وعالم وكلش كلش الله يرحمه ابن عمه عبد كان يصير هذا الرجل العالم هذه القصه قصه جدا جميله يقول فرد ليلة أنا شفت بالمنام الإمام الحسين صلوات الله عليه
رأيت الإمام الحسين بالمنام ورأيت أن ابنه علي الأكبر أو فرد ملائكة قدم له قائمة الخطباء خطباء المنبر الحسيني. وليش شوفوا خطباء في الكويت قليلين؟ خطباء في كربلاء وحدها في زمان كان 200 خطيب. ففي النجف ايش كثر وكاظمية ايش كثر وعراق كلها ايش كثر وفي ايران ايش كثر وفي البلد ايش كثر وباكستان ايش كثر وافغان ايش كثر والخليج كلها ايش كثر والسعودية ايش كثر ولبنان وكذا وافريقيا. فرد واحد صديق كان ينقل القصة جميلة يقول خطباء المنبر الحسيني أكثر من موظف أي دولة في العالم. يعني الإمام الحسين أكثر عدد موظف لأمريكا، الإمام الحسين عدد أكثر موظف. الإمام الحسين عدد أكثر موظف للاتحاد السوفيتي، الإمام الحسين عدد أكثر موظف. هي موظفين هؤلاء، وموظفين مستمرين دول تسقط تأتي وهذول مستمرين. مثل الشمس. لأن ما كان لله هذا يبقى. الله يضع يده على شيء الله ما عنده يدها، يعني قدرته. الله يضع يده على شيء هذا شيء يبقى. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. هذا يبقى للإنسان. ولا سيارة الدنيا، بيت الدنيا، زوجة الدنيا، زوج الدنيا، ولد الدنيا، تلفون الدنيا، منزل الدنيا، كله يذهب. ما عندكم شنو ينفذ وما عند الله باق. يقول سيد عبد الهادي الله يرحمه يقول وينفذ يقول رأيته في المنام الإمام الحسين وما أدري هل تأكيد مني أنا هل الملك من الملائكة أو علي الأكبر ولده قدم له قائمة الخطباء وأخذ يقرأ الخطباء. السيد نصر غزين، الشيخ علي المعين، الشيخ إبراهيم، الشيخ إبراهيم خطيب هنا. أحد يقرأ حتى إذا وصل إلى خطيب، صاحب الحج يعرف هذا الخطيب، الإمام نطق طبعا شوف طبعا. قال خلي في مكان هذا الخطيب الإمام الحسين بالمنام يقول له، يقول خلي في مكان هذا الخطيب سيد جعفر الشيرازي، سيد جعفر الفرعوني يعني. وما أدري السيد شايفه أو ما شايفه، ما أظن شايفه، لكن سنة قبل ميت الله يرحمه. قطش إنسان هذا طيب كان في شيء عجيب في الطيب كان واقع هذا. رجل عنده قصص، عني مباشرة، أنا أخو أبوه. سيد عبد الهادي يقول الإمام الحسين قال لولده علي الأكبر الكاتب أو الملائكة اللي كان يقرأ، أنا ما أدري هسه شك مني، قال اشتد على هذا الخطيب، فرد خطيب وخلي مكان سيد جعفر الشيرازي. يقول أنا في المنام اتعجبت، أولا هذا الخطيب لماذا شغل علي؟ هذا خطيب محترم زين. ثانيا سيد جعفر مو خطيب، ما مسبوق يصعد المنبر في عمره ولا مرة. لأن سيد جعفر ايش يقولكم؟ إذا أنا كمحمد أصعد المنبر أحيانا، ولا معاشرات كلمة راية ما ترد. لكن سيد عبد الهادي يقول بالمنام انا تعجبت شفت هذا سيد جعفر اصلا يخطب وفي عمري لا سيد جعفر من الصداق وسيد عبد الهادي كانوا قاعدين في بيت انا رايح البراني مثل هذا سيد جعفر كان قاعد الدخلاني سيد عبد الهادي كان قاعد اقربائهم وارحام وفي بيت واحد قاعدين ومن صغره معه الشاب على أن هذا مو خطيب تعجب لماذا هذا الشيء؟ قام من المنام فوقه ثم قال من المنام أخذ يحقق أنه كان خطيب اللي شطب على اسمه زي ابن عبيد مثلا لماذا شطب؟ حقق أو تبين هذا جديدا واقع في معصية هذا الإمام أخرجه من سجل الخطباء أفرض على أنه كان عبد الفرد خطيب الله يرحمه توفي في كربلاء أخذ الورابي في آخر عمره ثم كل ساعة عده وأخذ الورابي رضا رضا لكن مو هذا الخطيب اللي يسوى عبد الهادي شافه بالمنام طبعا لأنه أحيانا الإنسان يصير مغرور أو فرد منكر آخر عده يقول تبين عندي أن هذا الخطيب
قال لي الإمام الفتين شفب على اسمه وقع في معصية من المعاصي. إذا المعصية أحيانا تكون معصية وقتية، يعني مرت بالشارع وشفت فتاة وضوعت إليها، هاي حرام لكن هاي معصية وقتية. أما أحيانا أنت في الدائرة اليومية سكرتيرات يجي السلام عليكم يسلمون عليك، هل أقصدها؟ يعني يومية في أول الصبح لا فتاة على رزاق وسلام على الموظفات، مو حرام دائم هذا؟ حرام خلص. يعني قسم للمحرمات، محرمات دائمة، هذا أخطر. المحرم الوقتي هذا حرام خلص، اما محرم دائم غاصب لك حوش وقاعد في هذا الحوش على طول الخط هذا حرام دائم. اغسل له الاخلاق اليوميه في بيتك صياح والسب والشتائم مع اهلك وابنك، هذا حرام دائم. فرد يتيم ميت ابوه ومال اليتيم عدت وعلى طول الخضار ما تقرا مال اليتيم، هذا حرام دائم يسمى والعياذ بالله، هذا اخطر. لان هذا الحرام على قول بعض الناس يقولون الشيطان عرف بيت الانسان. مثل هذول اصحاب السينما اللي دائما يرقون، او هذول اجلكم الله الفاجرات اللي شعورهم فجور، هذا حرام دائم وهو اخطر. اي المراه السافره هذا حرام دائم وهو اخطر. يعني يومية صبح حرام هذا يقول تبين هذا الخفيف صار من هالنوع والعياذ بالله. كان عنده خطابة ثم تحول إلى حرام مستمر. الآن الشخص اللي جاء عن لكم القصة ما أدري شو الحرام، يقول هذا نفس المشكلة انحلت. جينا على في الجعفر وشاهدنا كان في هالكلمة العمل هناك يرى، يقول جيت على سيد جعفر، يقول أول الصبح جيت صبح أنا بالليل شايف هالحظوظ. صبح التقيت سيد جعفر، لأن سيد جعفر عمي كان يروح لدرس، درس لعبد الهادي الله يرحمه. يقول قلت له، قلت له سيد جعفر شيرازي، قلت أبارك لك هذه الخطوة. شنو الخطوة؟ قلت خطوة صعودك المنبر. قال أنا ضحك. قلت على كل ما تسعى عندك منبر. قال ما عندي، قال عندك. اصررت عليه، قال الحقيقه انا باحب الليله فكرت ان ادخل نفسي في قائمه قراء المجلس الحسيني. ثم انا كطالب وكعالم ما اتمكن اروح الى بيوت اقرانهم، كنت احسن شيء اقل عائلتي. وإن يوم صبح قال العائلة باحد الليل مفكر من هذا الشيء ومنقب الى اسمه تذكيرها ومصدقه. يقول له صباح الله بارك وبارك لك هذه الخطوه. قال شنو الخطوه؟ قلت انك كسرت من اعضاء المنبر الحسيني. قال قلت لا استقطعا، لان الشيء اللي شفت انا هذا مقطوع فيه. واحد قال لي، قال انا بارك فكرت في ان اسجل نفسي في هذه القائمه وشفت ما اتمكن اروح للبيوت الاخرى كعالم وكخطيب. ففكرت اقرا كل يوم صبح الراتب واليوم قرات اول يوم. قال لي ان نمت عرفت من هذا الشيء الذي ذكرت له. هناك الحقيقه لا يضيع عند الله مقدار جناح بعوضه. لا يضيع. هذه الصلاة صلاة الغفيلة اللي تنسوها، كلش مهمة صلاة الغفيلة بين المغرب والعشاء، صلاة تسمى بصلاة الغفيلة، وهذه مستحبة استحبابا كبيرا. ركعتان، في الركعة الأولى بعد الحمد بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله لا تقرونها، بسم الله ما في، أنا قرأت بسم الله حيث أنها أريد أقرأ آية. الآية بعد الحمد قل هو الله ما فيها وذنوني إذ ذاب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هل شاهدنا هنا؟ لأن صلاة الغفور الذي تنزل فسرها ولماذا الآية في هنا؟
في الركعة الثانية تقرأ الحمد بعد الحمد وعنده، يعني ضمير رابع إلى الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يرى أرواح الأشياء اللي تسقط، ولا حبة في ظلمات الأرض الله يعلم، ولا رقب ولا يابس إلا في كتاب مبين. جيب لك حبة ماش، حبة أرز، حبة عدس، ضيعها في الصحراء بين هنا الكويت وبين البصرة، وجيب كل خضراء العالم، خلي الجوهر الجوهر مستحيل، لكن هذه الله يقول في ظلمات الأرض، الكرة الأرضية كلها حتى الصغيرة لا تضيع عن الله سبحانه وتعالى، حتى الصغيرة، العمل الصغير اللي خلاه تقرأه في بيتك، وجاء إنسان واحد لا يضيع عن الله، حتى ما جاء إنسان لا يضيع عن الله، أنت صنعت صنعت. من الضروري اللي علينا لا تفوتنا هذا الشيء، حتى الطالب في غرفة المدرسة، عندك غرفة المدرسة خلي فيها قرار أسبوع يصير أي ليلة السبت، ليلة الأحد، ليلة الخميس، صبح الخميس، صبح الجمعة، عصر الجمعة، شرطك ما عاد تدخل. أنا سأتمكن يتمكن من هذا الشيء، وهذا الشيء فيه بركة ونور وعمل للدنيا قبل الآخرة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، فسع الله يشوف وشواءك، بعدين الله يقول ورسوله، بعدين شنو؟ والمؤمنون، حتى المؤمنين يشوفون عملك. الآن أقول في جوانية قول فلان إنسان، يقول أنا آخر هذا الحمار، قول فلان إنسان يقول هذا الجن أكثر في أيام الانتخابات، فالواحد كان يرشح نفسه، كان قايل إلى صديق من أصدقائه تعال رشحني، هذا صديقه، هو صديق مثلا، إجا سألني مسألة شرعية، قال لا واحد صديقي، إجا قال أنا مرشح نفسي تعال انتخبني، وشفت الجماعة، يقول أنا شفت الجماعة وصممت أنتخبه. يقول لنا الانتخابات أظن نفس لنا الانتخابات اللي عندي هنا يسأل مني مسألة الانتخابات هذا يا بيت شفت البيت مفتوح أنا صديقة دخلت في الغرفة ثم أنا شفت الجماعة يشربون خمر خلاص يا الله يقول أنا عزيز سنة هذا الحكم ما عندي فقه لكن الله يريد يبطل انتخاب الله وعلى الإنسان تصلي صائم الاتفاق يقول هلا طوال احمر وجهه وانزعج وقال حجي تاخذ هذا علي وانا جبرت وكذا ابدا انه يكون انتخابات قلت ابدا بتنتخب كلهم راح بالليل كل جماعه شافت هذه الانتخابات لا تنتخب وفضل في الانتخابات خلص هذا الوطن الله يرفع الانسان المجرم والله يرفع الانسان المحسن ما بعد كل يعني شاهد على أنه أنت عملت والله ما رآه وقت هذا الشيء عشرين سنة لا تضيقه ما سألت من شيء لكن ليلة الانتخابات الله من يذهب ينتخب طبعها غير أنه هو يشرب خمر وفي أمان الله وقل اعملي فسيرى الله عملكم ورسوله شهد كان في أين ما هو تخيل والمؤمنون مؤمنا يشوف عملا مؤمن يشوف عملا الله في هذا الوقت يوديك إلى بيتك تشوف عملا من خير إن شاء وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هذا في الدنيا ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة الغيب يعني ما غاب عن حواس الناس الله يعلمها الشهادة معنى تبوه ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ونسأل الله التوفيق لمن يحبه ويرضاه